التصويت بناء مع الدستور. لا، الحقيقة الجيش لوحده ان هو اللي يخرج ببيان لوحده دي مش قضية جيش، دي قضية مجتمع. وانا ما عنديش مانع ان الجيش يخرج يطالب الناس، لكن ليس الجيش وحده. المثقفين لازم يخرجوا يطالبوا الناس، الشباب لازم يخرجوا يطالبوا الناس، دي قضية مجتمع. ده يعني مجتمع بيبني مستقبله، بيبني مؤسساته اللي بتعبر عن تطلعاته والمطالب اللي طالب بها عبر ثورتين عظيمتين. فهي مسؤولية الكل الحقيقة، مسؤولية القوات المسلحة مثلها مثل مسؤولية أي حد تاني. يمكن بعض الناس بتقول إنه ياريت الفريق السيسي يدعو الناس، لأن لما له من شعبية وكذا، ده هيشجع الناس إنها تطلع فعلا تشارك. لكن بنفس القدر أنا بتطلع إلى إنه لعيبة الكورة بشعبيتهم يطلعوا يحثوا الناس على المشاركة، إنه الفنانين يطلعوا يحثوا الناس على المشاركة، والشباب والأحزاب وكل القوى المجتمع والمثقفين وغيرهم، لأنه كما قلت هي قضية مجتمع. السؤال الأخير بقى.